أما هلأ رشا فرح نروح لفقرتنا التالية، ومعنا اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي رضوان عيسى لنحكي أكثر عن حالة الطقس وطبعا حالة الجو بهذا الوقت، وخصوصا من امبارح بدأ الإعلان عن دخول العاصفة الثانية أو المنخفض الجوي الثاني بقوة على المحافظات السورية بشكل عام، وكان في إجراءات كثيرة اتخذتها الدولة السورية من خلال تعطيل المدارس وتمديد العطلة الانتصارية صافية وتعطيل الجامعات وحتى الموظفين عن العمل. يسعد صباحك استاذ رضوان. يا صباح النور، اهلا وسهلا. صباح الخير. الو صباح النور. الو عم نسمعك استاذ رضوان. هيك يا ريت تحطنا اليوم بمعلومات عن المنخفض يلي عم تتاثر فيه. مثل ما حكيت سلمى، اليوم بلش هذا المنخفض او بساعات المساء من بارح، خبرنا اكثر عن هذا المنخفض، لايمت حيبقى؟ شو ممكن التاثيرات الكبرى له؟ في هطولات ثلجيه او لا؟ ايه تكرمي، هلا كما ذكرتوا انتم انه كان في عندنا منخفض جوي من مساء امبارح. استاذ رضوان عم تسمعنا؟ ايه سامع. ايه ممكن نعلي صوتنا شوي مشان نسمعك منيح؟ اي يلا. هلا كما ذكرتي حضرتك انه تاثرت البلاد بامتداد لمنخفض جوي بدءا من ساعات مساء وليل امبارحه، وهالمنخفض هذا بدا بالمناطق الساحليه على شكل زخات مطريه ورعديه غزيره كانت ومصحوبه بالرعد احيانا خلال ساعات المساء، وادت الى هطولات غزيره. فيني اذكرك بعض المناطق اللي ادت فيها الهطولات، كانت في عنا بلادقيه 29 ميلي، بالقرضاحه 12، بمطار الباسل 10 ميلي، بطرطوس 14، بصافيتا 14، ببانياس 27 ميلي، وانتقل هالمنخفض هذا الى المناطق الشماليه، ادى بحلب كان في عندنا هطولات 3 ميلي، نعم. وعلى المناطق بالجنوب كان في عندنا بسرغايه 1.2 سلي. اما بالنسبه لليوم نلاحظ انه راح يمتد بشكل تدريجي ليشمل كافه المناطق اليوم خلال ساعات الصباح وبعض الظهر، يعني هلا بدءا من ساعات الصباح راح يعم جميع المناطق السوريه ويؤدي الى هطولات غزيره في كافه المناطق، وراح يكون في عندنا هطولات ثلجيه على المرتفعات الجبليه التي تزيد عن 1100 متر ودون ذلك راح يكون ممزوج. نعم صحيح. صحيح انه راح توصل الهطولات الثلجيه بدمشق ممكن لل 100 سنتي؟ بدمشق مو بهذا المنخفض راح يكون في عندنا هطولات ثلجيه، هذا المنخفض على المرتفعات الجبليه العاليه ويمكن يتدنى لل 900 متر، اما في عندنا المنخفض الثاني اللي راح ياثر على البلاد هو مساء الثلاثاء وصباح يوم الاربعاء، منخفض شديد الفعاليه راح يكون مرفق بهطولات مطريه غزيره وثلوج على 800 متر، ثم يتدنى مستوى الهطل خلال ساعات المساء ويشمل بعض المناطق الداخليه. بدنا نشكرك استاذ رضوان على معلوماتك لليوم، وشكرا لك، وحنكون اكيد بوقفه ثانيه ضمن صباحات ثانيه. شكرا. مع السلامه. اهلا. شكرا استاذ رضوان.